بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال ناصحا ومرشدا: داووا مرضاكم بالصدقة. وقال أيضا: الصدقة في السر تطفئ غضب الرب، أو كما قال: صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل الطاعة حينما تقترب بها إلى ربك سبحانه وتعالى، وحينما ينصلح بها حالك وتنصلح بها أحوال المجتمع. دائما الطاعة في الإسلام تعيد صياغة العلاقة بينك وبين ربك، بينك وبين نفسك، بينك وبين الناس. اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين دائما ودوما يا رب العالمين. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الناس، ونستكمل اليوم الحديث عن الزكاة وأحكامها. وسؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك: هل توافق أن تنظم عملية جمع الزكاة بالقانون؟ ومعنا اليوم فضيلة الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مولانا أهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله وبياكم، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقف عند معنى الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. ونحن نقف في ظلال هذه الطاعة، الركن الثالث الذي جاء دائما أو غالبا مقرونا بالصلاة، الزكاة. حينما يقترب العبد من ربه بأداء الطاعة وينصلح حال المجتمع بها، ومن ثم يتبادر إلى الذهن أشياء كثيرة وأسئلة كثيرة: هل من الجائز أن يتم تنظيم هذه الزكوات أو هذه الفريضة أو هذه الطاعة بالقانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه صلى الله عليه وسلم. الإسلام علمنا النظام. أيوة. وعلمنا أن شرائعه وشعائره إنما أتت لصلاح الأحوال، وفي تطبيقها نرى الشريعة نظمت شأن العبادة، فنظمت شأن الصلاة: وأقيموا الصلاة. لم يقل أدوا الصلاة فقط، وإنما قال: وأقيموا الصلاة. إقامتها كشعيرة تميز المجتمع الإسلامي، كشعيرة يرتفع فيها الأذان يصدح بذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليل نهار صباح مساء. وهذا أيضا شأن الزكاة. فالله سبحانه وتعالى في ذكره لمصارف الزكاة تكلم عن العاملين عليها. إذن فهناك عاملون على الزكاة تعينهم الجهات المختصة بجبايتها وجمعها، وهذا نوع من التنظيم لهذه الشعيرة. هذه الشعيرة يمكن أن تؤدى على المستوى الفردي، وفيها ما في حدود الفرد من معرفته بحاجة الفقراء حوله وفي محيطه الذي يستطيع أن يصل إلى معرفته. لكنها إذا كانت على المستوى المؤسسي المجتمعي الوطني، فإنها تكون أكثر تحقيقا للمقصود، لأن المؤسسية دائما والمعلوماتية هي التي تعرفنا وتوصلنا إلى تحقيق المراد. كلما كانت عندك معلومات أكثر عن حال المجتمع ونسبة الفقر فيه والفئات المحرومة، قاعدة بيانات، هذه القاعدة تساعدك مساعدة أكيدة في تحقيق مقصود الزكاة. ولذلك فكان من مصارفها التي نص الله سبحانه وتعالى عليها: والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى. فذكر العاملين عليها هنا دليل واضح على أن للزكاة مقصودا يحتاج إلى من يقوم عليه، يحتاج إلى من يدعمه، يحتاج إلى من يبحث في تحقيق نتائجه بدقة وموضوعية، حتى نصل في النهاية إلى تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى من هذا الركن الركين من أركان الإسلام. دائما عندما نتعامل مع الأوامر الشرعية نحاول أن نترجمها إلى برامج عمل، إلى إجراءات حقيقية تحقق مقصودها في المجتمع الإسلامي، لا أن نأخذها فقط إثبات حالة.
لا أن وإن كان في إعطائها بشكل معين يعني إبراء للذمة، لكن في النهاية ما هو المقصود؟ المقصود أن نخرج هؤلاء الفقراء من حالة الفقر إلى حالة الكفاية ثم إلى حالة الكفاءة، بحيث يكونوا لبنة صالحة منتجين قبل أن يكونوا مستهلكين. من وظائف الزكاة أنها تحول الفرد إلى عضو منتج وليس مستهلكا، كما نرى في كثير من مجتمعاتنا يعني نبرة الاستهلاك تزيد على نبرة الإنتاج. لا، نريد أن نصل إلى المجتمعات المنتجة التي تستثمر في الإنسان وتبنيه قبل أن تبني البنيان، وتعمره وتنظر إلى كرامته وإلى كيف أنه بنيان الرب سبحانه وتعالى، أنه خليفة الله في الأرض. مقصوده أن يحقق هذا الأمر المهم، وهو الارتقاء بمستوى الإنسان من الحاجة إلى العطاء والكفاية والكفاءة. يمكن في الخلافة الراشدة كانت هناك الآلية التي، أو في البداية كانت الآلية في جمع الزكاة كان بشكل مؤسسي، كان يؤدى إلى الخليفة أو إلى ولي الأمر، وبعد ذلك يتم توزيعها من خلال بيت مال المسلمين. في هل يمكن أن يكون هناك قانون ينظم الزكوات، وإذا ما كان هناك هدف أو مقصد كبير من فكرة محاربة الفقر؟ يعني بالفعل المقصد الكبير هو محاربة الفقر بلا شك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث سيدنا معاذ ابن جبل، معاذ بن جبل بعثه إلى اليمن، قال: فأعلمهم أن الله افترض صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ترد، إذن فالفقراء هم المقصود الأساس من الزكاة. مقصود الزكاة الأساس سد حاجة الفقر، وأن يستغني هذا الإنسان عن مد يده. كيفما استطعنا بشتى الإجراءات، بالتنظيمات، باللوائح التي نستطيع أن يعني نقننها أو نستطيع أن نقوم بها في هذا المجتمع، فهي خير وبركة. المهم أن يكون دائما تحقيق المصلحة هو نصب عين القائم على تحقيق هذه الشعيرة المباركة. اسمح لي مولانا، معايا الأستاذ شعبان من البحيرة. أستاذ شعبان أهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حسن، أهلا بيك. تفضل. حالك؟ الحمد لله، سعداء بيكم دايما. حضرتك أستاذ حسن، ممكن أسأل فضيلة الشيخ بالسؤال؟ فضيلة الشيخ محمد مع حضرتك على الشاشة. تفضل. طيب فضل. حضرتك، أنا والدتي حلمت إن جدتي جت لها في المنام وانها راحت الحج، ماشي، وجد بس جد حاجات بسيطة. وايه؟ جد حاجات بسيطة من حج، يعني جد حاجات كتير يعني. يعني والدتك هي اللي راحت الحج يعني؟ لا، انا والدتي حلمت ان جدتي راحت الحج. فبتقول لها ان ايه، انت ما جبتيش حاجات ليه وبتاع؟ فقالت لها ايه، والله ده انا طالعة منها مديونة. فاحنا خايفين يكون مثلا ايه، ان جدتي يكون عليها دين ولا حاجة، رغم ان احنا سألناها في سكرات الموت، قالت انها معيش حاجه خالص. حاضر، في اسئله تانية يا استاذ شعبان؟ لا لا، بركة كده. بشكرك شكرا جزيلا. مع الاستاذه اما طلاب من القاهره. استاذه اما اهلا بيكي. استاذه اما حتى تعود مره اخرى. استاذه اما، والاتصالات التليفونيه نسعد دائما باتصال او باستقبال كل هذه التساؤلات عبر الاتصالات التليفونيه. مولانا، البعض ربما يعني تختلط عنده الامور ما بين الضرائب وما بين الزكاه، فيقول لك لا، ما دام انا بأدي الزكاة ايه اللي يخليني ادفع ضرائب، وتهرب من الضرائب. ايه الحكم هنا بقى؟ لا، هناك فرق، هناك فرق بين الزكاة كواجب ديني وعبادة افترضها الله سبحانه وتعالى، وبين الضرائب كحق مدني. حق مدني اقتضته ظروف الدولة المدنية وما فيها من العمل العام والمال العام الذي يقوم
على شتى المرافق الحيوية ودعم الناس والأشياء المجانية كالتعليم وغيره، كل هذا يكون من الضرائب، أو أن الضرائب فيه تختلف عن عبادة الزكاة. فهناك فرق كبير بين الضرائب والزكاة، ولذلك أفتت دار الإفتاء المصرية وغيرها من دول الفتوى في العالم الإسلامي أن هناك فارقا بين الضرائب والزكاة، وأن دفع الضرائب لا يغني عن إخراج الزكاة. إذن لابد أن يكون، إذا ما كان هذا حق الله في مال العباد ليرد للفقراء، فالتهرب من الضرائب أرضا في الأصل أيضا هو حق الدولة أو حق الوطن، وهذا لا يقل أيضا أو في أهميته للمصلحة العامة في نفس الوقت مولانا. بلا شك يعني أن الشريعة جعلت هناك واجبات شرعية وواجبات دنيوية يلتزم بها الإنسان المواطن بموجب العقد الاجتماعي، عقد المواطنة في هذه الدولة أو في هذا الوطن الذي عاش فيه والتزم بنظامه ولوائحه وقوانينه. ولذلك عندما رأينا بعض المتشددين وهم يطعنون في هذا الأمر، وهم يدعون أن التهرب من الضرائب جائز، وذلك بنوه على نظرتهم الفاسدة إلى القوانين وإلى الأوطان، يعني نمط يرى أن الوطن حفنة من تراب عفن، ثم يرى أن بلاد المسلمين هي بلاد كفر، وأن قوانينهم قوانين جاهلية يحكمون بغير ما أنزل الله. فعاش الناس يريدون أن يعني يعيشوا حالة سواد لا علاقة لها بالواقع ولا بالحقيقة، وتؤدي في النهاية إلى هذه المظاهر السيئة التي رأيناها من تجاوز الحرمات والتعدي على أحكام الله تعالى. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لنكمل هذه الحلقة، ابقوا معنا دائما. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، الشيخ محمد اسامه اجدد الترحيب بفضيلتك ومعنا الكثير من الاتصالات التليفونيه. معي ام ندى من الاسكندريه. ام ندى اهلا بيكي. الو ام ندى، يبدو ان الاتصال انقطع وفي انتظاري مره اخرى. استاذ قطب من اسيوط، يا استاذ قطب الو، يعني في انتظار ايضا الاتصال. الحاجه ام محمد من القاهره الو، يعني حتى تعود هذه الاتصالات مره اخرى. مولانا اسمح لي، الاستاذ شعبان البحيره كان سال سؤال حول ان والدته يعني شافت جدته وانها راحت تحج في الرؤية، يعني راحت تحج وبعدين رجعت ومعها حاجات قليله، فبتقول لها ليه جبت الحاجات القليله دي؟ قالت والله ده انا طلعت منها مديونه. ايه المعنى او الدلاله هنا؟ لعل عليها دينا، يعني هم يقولون انهم سالوها قبل أو في مرض موتها، فيعني لا تتذكر أن عليها دينا، فليسألوا، يعني إذا لم يعرفوا يتصدقوا عنها، يطعموا الفقراء، يكسوا مسكينا أو محتاجا أو يتيما. وكذلك يعني عليهم أن يقرأوا لها القرآن ويهبوا ثوابه إليها، يقرأوا ياسين، يكثروا من الختمات لها إن استطاعوا، وهكذا. يعني دائما الصدقة تكون على المتوفى، وخاصة كسوة المسكين وإعطاء الفقير المحتاج، يكون ذلك خيرا كثيرا على المتوفى ونافعا له بإذن الله تعالى. اسمح لي مولانا، معنا الحاجة منادة رجعت من الإسكندرية معنا على التليفون. منادة أهلا بيكي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ازيك؟ اهلا بحضرتك. ازيك استاذ حسن؟ يا اهلا وسهلا. وطي التلفزيون في البيت واسمعني من التليفون. حاضر. اتفضلي. حاضر. اتفضلي سامعينك. ازيك استاذ حسن؟ يا اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. وازاي يا سيدنا الشيخ؟ مرحبا، اهلا وسهلا. ربنا يبارك لكم يا رب. كنت عايزه اسال حضرتك كده، في اول الحلقه كنت حضرتك كاتب عنوان بالاحمر كده ان الصدقه كب القانون. ايوه. طيب ده حاجه كويسه جدا والله، ان يعني ربنا يكرمكم لو تنفذوها، عشان لما الناس تجبر تعملها، ها، لان في ناس كتير قوي ربنا يعطيها ومديها موسع عليها وناسين الفقراء المسلمين، وخزينه الدوله بقت فاضيه من الزكاه. والحاجه دي سبحان الله في ناس مش قادره تتكلم، وفي ناس غنيه عن السؤال، وفي ناس مجهوله. يعني انت حابه، انت تتمني لو ان تم جمع او تنظيم جمع الزكوات او الزكاه بالقانون، وكمان تبقى خزينه الدوله مليانه زي سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمر بن عمر عبد العزيز، وتبقى الخزينه موجوده مليانه بالزكاه وعليها قائمين من الازهر. حاضر. يعني ده راي حضرتك. في اسئله من ربنا ثم منكم. في اسئله يا حاجه مولادة؟ ايوه. السؤال، انا حضرتك اما باجي اصلي ساعات، اصلي مثلا الفجر، اصلي العشاء، اصلي اي فرض من فروض الله، اصلي في اول الصلاه كويس الحمد لله رب العالمين، بس ده مش على طول بيحصل، ده احيانا يعني، وانا في نص الصلاه اسح سنه كده بسيطه، اقول يا ربي وانا صليتها ركعتين، وانا صليتها يا ربي ايه، اروح عايده ايه الصلاه تاني، يا اما اعيد ركعه زياده يا اما انقص ركعه، فهل كده حرام ولا حلال؟ في استفسار يا مولانا؟ استفسار من ام ندى؟ لا. بشكرك شكرا جزيلا. في اسئله تانية يا فندم؟ الاستاذه سعاد معانا من الجيزه. استاذه سعاد اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذ حسن. اتفضلي يا فندم. انا بس ليا ثلاث اسئله. اتفضلي. انا في الصلوات اللي هي النوافل الطويله زي قيام الليل وزي صلاه الاوابين بعد المغرب، هي المفروض ركعتين ركعتين. انا احيانا بحس ان مثلا صليت الركعتين الاولانيين وحاجة اصلي الركعتين التانيين، هبدا في الركعه الثالثه وانا مثلا بقرا السوره، بس بيتهيأ لي ان انا شكيت ان ما كنش كملت التشهد لاخره وسلمت، فيبقى انا كده وصلت الركعتين التانيين بالركعتين الاولانيين، فببقى مش عارفه اقطع الصلاه وارجع تاني من الاول ولا، فبروح مصليه سجدتين. انت بتكوني سلمتي، بتكوني سلمتي من الركعتين الاوليين صح؟ بشك ان انا ما كنتش سلمت. بشك ان انا ما كنتش سلمت. طيب. فبروح مكمله برضو الصلاه، لان انا خلاص دخلت في الصلاه في الركعه الثالثه وفي اخرها. طب تمام، ده بالنسبه مكملة للنوافل اللي يعني فيها عدد من الركعات كتير. ايه السؤال الثاني؟ لا، ما انا عايزه اقول ان انا بسجد سجود سهو في نهايه الركعه الرابعه او الركعه يعني في نهايه الركعه الثانيه من الركعتين الثانيين، فهل اللي انا بعمله ده صح ولا المفروض ان انا لا ارجع اصلي ثاني من الاول وابقى متاكده ان انا قلت التشهد وسلمت؟ ده سؤال. السؤال الثاني ان انا بقرا دعاء الاستفتاح في اول ركعه وبعد كده بكمل كل الركعات بدون دعاء الاستفتاح. بالنسبة لكل بالنسبة للنوافل حضرتك. بالنسبة للنوافل. أيوه. ده السؤال الثاني، هل ده كده يعني صح ولا حاضر، المفروض إن أنا في بداية كل ركعتين أقول دعاء الاستفتاح؟ حاضر. السؤال الثالث. السؤال الثالث، لو أنا بعمل صدقة يعني في مكان محدد بعملها شهريا، هل دي مع استمرارها في المكان ده يعني مستشفى مثلا أو كده، هل دي مع استمرارها تبقى صدقة جارية، تعتبر صدقة جارية، بس أنا بعملها مثلا على شهور يعني بس هي مستمرة يعني شهريا يعني بتطلعي مبلغ شهريا لهذا المكان؟ أيوه. أوكي. في أسئلة تانية يا فندم؟ لا شكرا يا فندم. معايا الأستاذة إيمان من القاهرة. يا استاذ حسن. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. عندي ثلاث احلام، ربنا يكرمك، هم ثلاثه بس في شهرين. هو احنا مش مختصين في فكره الاحلام، ولكن بس انا عن الكعبه الله يكرمك. حاضر اتفضلي. عن الكعبه. اول حلم انا في الكعبه ولابسه جلابيه البيضه باللبس الحج،
صليت طفيت 6 مرات حوالين الكعبة، في الـ7 فروحت حمام، فأنا رجعت لقيت واحد بيصلي، قلت له ممكن نكمل؟ قال لي لا كده خلاص مش هتكملي. فحزنت جدا. امبارح بقى وأنا صليت الفجر حاضر، بعد صلاة الفجر نمت بسمع القرآن بتاع إذاعة القرآن، فنمت. فأنا نايمة لقيت أذان الفجر، قلت الله أنا لسه مصلية الفجر ولا ما صليتهوش؟ ففتحت عيني لقيت الساعة 7:30، ده الحلمين وبلاش التالت. حاضر، يعني سمعتي كنت صليتي ولا لا؟ انا كنت صليت وسمعت القران بتاع اللي هو الساعه بتاع الاذاعه. سمعتي اذان الفجر تاني في المنام؟ ايوه، على الساعه 7:30 كده فتحت عيني، قلت الله انا، فقلت فمش عارف. حاضر، بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ ايمان. معايا ام رامي من الجيزه. ام رامي اهلا بيكي. الو. ايوه، السلام عليكم استاذ حسن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ربنا يبارك لنا فيك وفي مشايخنا يا رب. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا فندم، اتفضلي. ليا سؤالين عند حضرتك. اتفضلي. بصي يا استاذ حسن، انا دلوقتي بطلع الزكاه بتاعي من اول شعبان لغايه ما يخلص رمضان لجمعيات خيريه للفقراء لكده، وساعات الصدقات برضو الجمعيات وبرضو للغلابه يعني. بس انا بيجي وقت يعني في جمعيه من الجامعات بتقعد تتصل بيا كتير في وقت انا مثلا مش عامله حسابي، فبتهرب كده، فببقى محرجه اني بتهرب وبحس ان عليا وزري وببقى زعلانه قوي ومتضايقه. ايوه، ده اول سؤال، فمش عارفه انا اعمل ايه. تاني سؤال، تاني سؤال، ما اعرفش بقى ده حديث او يعني قراءات كده سمعت فيه من شيخ بيقول تعليم القران للصغر كالنقش على الحجر وللكبار كالنقش على الماء. طب انا دلوقتي كبيره والحمد لله انا ما بسيبش كتاب ربنا وفي شنطتي وفي الفجر وبقرا على طول اوراد، والله يبارك له الشيخ خالد شعبان من ساعه ما بدانا معاه وانا بحفظ. هل ده ينطبق علينا ولا ايه؟ لان انا برضو متوتره من ساعه ما سمعت الكلام ده. اولا المقوله دي مقوله عن التعليم بشكل عام، مقوله يعني معروفه، مش يعني معروفه مجهوله النسب يعني زي ما بيقولوا. لا لا مش حديث. ونرجع لفضيله مولانا، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. أيوة، دايما التعليم في اي واحد هو بيتعلم هو صغير، ودي قاعده تربويه. بشكرك. أيوة، شكرا جزيلا يا ام رامي. معايا اتصال تاني. الو الو، استاذه زينب من الجيزه. ايوه، السلام زينب. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ حسن؟ اهلا وسهلا يا فندم، سعداء بيك. ازي فضيله الشيخ ربنا يكرمه. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، ربنا يكرمك يا رب يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. اللهم امين يا رب. انا ليا سؤالين وليا اعتذار ليكم. اتفضلي يا فندم. مره سمعت كان فضيله الشيخ بيقول على فرض الصلاه اللي هي اصليها جمع تقديم. ايوه، فانا اللي حصل ان انا فكرت ان انا قبل الظهر مثلا اصليه بنص ساعه واروح نازله واصليه. اتاري بيقول حضرته لما يكون الفرض أذن أهو الظهر أصلي معاه العصر. أيوة أيوة، أنا فهمت غلط. أول ما قبل الظهر ما يأذن رحت مصلية ونازلة. فأنا بعتذر، أنا بعتذر عشان فضلت الشيخ لما قلت له في الحلقة اللي فاتت قال لي لا أنت فهمتي غلط، فأنا قال اللي أنا بقوله ده، فده أنا بعتذر عنه. أنا الغلط لا أبدا أبدا يا فندم، أبدا ما فيش أي مشكلة. اتفضل. السؤالين دلوقتي بحضرتكم بتتكلموا عن الزكاة والصدقة. انا بحب اصدق وجوزي كريم جدا وبيتصدق كتير، بس ما بيحبنيش انا اتصدق، فاعمل ايه؟ ده سؤال. ايوه، لكن هو كريم جدا، كريم جدا هو. وعندك ذمه وعند حضرتك ذمه ماليه مستقله بيك يعني، يعني عندك فلوسك وكل حاجه. لا لا لا، ما انا ما عنديش الله. الفلوس هو. طيب حاضر. فادي سؤال. والسؤال ممكن اتصدق من فلوس ابني؟ حاضر، يعني ممكن. ده سؤال. السؤال الثاني، لما طلع ان انا صليت غلط وانا لما شفت الحلقه ان انا بتاعتكم بتاعت حضراتكم لما الصلاه الفائته ان انا بعيدها تاني، هل لما اجي اصليها ابقى ناويه ده اليوم غلطت فيه كذا، ولا خلاص هي النيه واحده لكل اللي فاتني واللي اللي بغلط فيه الايام دي، هي نيه حاضر واحده وخلاص؟ حاضر حاضر، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يكرمكم جميعا يا رب. بشكرك شكرا جزيلا. ام مولانا من الاسكندريه، مولانا بتسال عن الفروض وهي بتصلي، احيانا بتنسى تقول انا صليت ركعتين ولا صليت ثلاثه، واحيانا ازود ركعه
وحين انقص طب اعمل ايه؟ وفكره الشك، وده السؤال اللي بعديه برضو، فكره الشك في عدد الصلوات، هل انت قلت التشهد كامل ولا لا؟ هل انا سلمت ولا لا؟ اولا فكره الوسوسه دي نعمل نواجهها ازاي؟ هو اولا الوسوسه لا ينبغي ان يسترسل الانسان خلفه. يعني طالما ان الوسوسه قد دخلت الى العقل فانها تفسد على الانسان عبادته. فالوسوسه دي لا تلتفت اليها ايها المصلي. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان الشك في العباده على حالتين. شك ينتاب الانسان دائما في كل صلاه تقريبا او في اكثر الصلوات. نقول له لا تلتفت الى هذا الشك مطلقا. وامض في شانك وامض في صلاتك ولا تعره اي اهتمام. الحاله الاخرى ان ياتي الشك في بعض الصلوات وليس دائما، يعني يعرض هكذا في بعض الصلوات، وحينئذ فيبني على الاقل اليقين، يعني شك هل صلى ثلاثا او اربعا يبقى صلى ثلاثا ويقوم يجيب ركعه وهكذا. ده على سبيل الحاله او الاثنين، اما لو تكرر يا مولانا على طول كده. لو تكرر زي ما قلنا انه لا يلتفت اليه. مولانا طيب صلاة النوافل الطويلة بقى اللي هي 8 ركعات 4 ركعات، بتقول صاحبة السؤال اني دلوقتي ممكن بصلي ركعتين ركعتين بس على بال مبدأ الركعتين التانيين بنسيت، قال هل انا سلمت ولا لا؟ هل انا كملت التشهد للآخر ولا لا؟ بنقول لها برضو لا تلتفتي الى مثل هذا الشك، والذي يظهر انه كثير في الصلاة معك في صلاة النفل، فلا تلتفتي اليه واستمر في صلاتك، ويعني كوني قوية. يعني الإنسان دائما في عبادته يكون مغلبا دائما جانب اليقظة والبعد عن الوسواس، وإذا عرض مثل هذه الأمور لا يلتفت إليها، والله سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه بإذن الله. دعاء الاستفتاح هل كل ركعتين ولا اول ما ابدا مثلا قيام الليل ونويت اقوم الليل بثمان ركعات او ما شاء الله لي؟ السنه في دعاء الاستفتاح انه في استفتاح كل صلاه كل ركعتين يستفتح الانسان بما شاء من الدعاء، سواء كان دعاء قصيرا دعاء طويلا. ادعيه الاستفتاح مشهوره في السنه، فيها الطويل وفيها القصير، فيتخير الانسان منها ما يرق قلبه عنده، ويعني يستحب أن يبدأ بها كل صلاة. بطلع صدقة لمكان معين كل شهر، هل دي تتحول إلى صدقة جارية؟ هذا مبني على مصرف الصدقة. يعني هذه الصدقة استمراريتها في كل شهر لا تجعلها صدقة جارية، إنما تكون صدقة جارية إذا كانت في شيء دائم وثمرته متجددة. لكن إذا كانت في شيء مستهلك فإنها يعني مثلا في شراء الأدوية للفقراء، هذه صدقة مستهلكة. لكن إذا كانت مثلا في أجهزة يعني يعالج بها الفقراء وتبقى، فإنها صدقة جارية. دائما الشيء إذا كان باقيا ومتجدد الثمرة فإنه يصلح فيه الصدقة الجارية. أستاذ إيمان من القاهرة بتقول أنا يعني كذا حلم حلمته أو كذا رؤية. وإحنا بس قبل أستاذ إيمان، في الأخت أم ندى كانت بتتكلم عن الزكاة وجباية الزكاة، وتطرقت إلى أمر مهم في قضية تقنين جباية الزكاة. السؤال اللي إحنا طرحينه على وإحنا بس عايزين ننبه هنا إلى أن هناك فارقا بين تقنين جباية الزكاة وبين تنظيم الزكاة. يعني قد تكون مسألة جباية الزكاة وأخذها من الأغنياء في العصر الحديث وفي الدولة المدنية قد يكون فيها شيء من الصعوبة، لكن مثل ما صنع الأزهر في بيت الزكاة، يجد الغني مكانا يعطي فيه زكاته، فتتجمع زكوات الأغنياء مع الـ 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 المعلومات اللي عندنا والمعرفة بحال الفقراء، الأمر يسير للوصول إلى الفقراء الحقيقيين، فيكون هذا أيسر وأكثر تحقيقا لمقصود الزكاة. لكن قضية تقنين الزكاة بحيث يلزم الأغنياء بدفعها، هذا ربما يكون في الدولة المدنية
أقرب إليه الضرائب، الضرائب حق مدني، لكن ليس كل إنسان في الدولة الحديثة ملزما من جهة القانون أن يدفع الزكاة، هذا أمر بينه وبين الله، وإن لم يدفع فعقابه على الله سبحانه وتعالى. وخزانة الدولة يعني تذهب إليها الضرائب، أما لو كانت في زكاة وبهذا التقنين وليس بالشكل يمكن اللي حضرتك تكلمت فيه، فإحنا عايزين نفرق بين جباية الزكاة وأخذها، أيوة، وبين صرفها على مستحقها. فالتقنين هنا ينفعنا في صرفها على مستحقها وفي تنظيم دفعها في مصارفها. ولنا اسمح لنا سنخرج إلى فصل قصير ثم نعود إليكم لنستكمل هذه الحلقة ونسعد أكثر بتلقي تساؤلات عبر اتصالات التليفونية والفيسبوك والإس إم إس. كونوا معنا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، فضيله مولانا فضيل الشيخ محمد وسام، معي اتصال تليفوني ناخده الاستاذه فريده من الشرقيه. استاذه فريده اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. بعد اذنك لي سؤالين يا استاذ حسن. اتفضلي. لما في الحديث بيقول انت ومالك لابيك. ايوه، انت ومالك لابيك. ان الام ملهاش حق في اموال اولادها. حاضر حاضر. السؤال الثاني، لو ان في زوج بيعامل بنته معامله وحشه جدا وقاسيه جدا، طيب هي طلبت منه الطلاق، قال انا ما بطلقش، اعملي لي كولا. طبعا هي لو عملت كولا مضطره انها تدي له الفلوس او المهر اللي هو دفعه لها معاها. فالمهم ان طيب تجيب له البيت وتمشي، يخوض في عرضها هو واهله ويقولوا على كلام لا يرضي ربنا. فدلوقتي في ناس يعني مطلعين على الامور دي كلها من اولها لاخرها، فبيقول لها طب سيبيه احنا هنأدبهولك، يعني هيضربوه. فهي بتقول لا انا مفاضى امر كده، لان دي مصممه انهم لازم يضربوا الراجل ده. يعني هي مش عارفه تعمل ايه، وعماله تقول لهم مصرين مصرين هم مصممين انه لازم الراجل هيتضرب عليها. الله، ومن غير ما يتكلم، من غير ما تقول لهم اعملوا كده، هم خلاص ما صدقوا. من غير ما تقول لهم، ده هم شايفين بكائها وطردها في الشارع وبهدلتها. طيب. فهو هو بيقول، هي بتقول لهم يا جماعه انا مفوضة امر في لله. ايوه، واحنا لينا رغبه ان احنا. تمام تمام. في استفسار يا مولانا؟ لا، بشكرك شكرا جزيلا. لو ما فيش اسئله ثانيه يا فندم اهلا بيكي. معايا ام محمد من القاهره. ايوه حضرتك. الو. يا ام محمد. يا ام محمد اتفضلي. انا عايزه اسال سؤال حضرتك. انا كنت بصلي. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم وبركاته. اتفضلي يا فندم. كنت بصلي حضرتك وبصوم وكده، بس زي ما اكون كده جالي بيجي لي وسواس قهري. بيجي لي وسواس قهري في ان انا دايما كده مش مسلمه، ان انا دايما بعيد عن ربنا، ان ربنا ما بيحبنيش، ولدرجه ان انا اتخنقت كده وبقيت فتره بعيده عن ربنا. ممكن اكون انا عصيت ربنا فربنا عمل فيا كده بيصحصح. لا، مش عايزين نستسلم للوسواس ده، وان شاء الله اسمعي نصيحه مولانا في الموضوع ده بالذات يعني، واوعي تيأسي، وان شاء الله هتبقى في بدايه جديده بعد ما تسمعي الاجابه على سؤالك يا محمد. في اسئله ثانيه؟ طيب مولانا نروح للاستاذه ايمان القاهره، وكان ليها انها طافت حول، شافت في الرؤيه كده او في الحلم انها طافت حول الكعبه 6 اشواط ولم تكمل السابعه، فراحت لقضاء الحاجة، رجعت قال لها لا خلاص يعني ما فيش بعد كده، خلاص انتهى الوقت او كده او ما شابه. ده معنى ايه؟ والله احنا نفسر رؤياها الاخرى اللي هي شافت انها اذن في بعد ان صلت الفجر وبعدين نامت، فشافت سمعت اذان الفجر. لعل هذا ان شاء الله يعني دعوة للحج، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لها الحج باذن الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. أما الأولى نكتفي بهذه الرؤية.
مولانا اسمح لي، ام رامي كانت بتسال بتقول الزكاه بتاعتي ببدا اطلعها من شعبان لرمضان لبعض الفقراء لجمعيات، بس في احيانا بعض الجمعيات بتتصل بيا فبقول لهم يعني ما يعني بقول لا يعني ما برضاش ادي لهم حاجه، هل امتناعي عن اداء هذه الزكاه وهذا المبلغ لهذه الجمعيه في اثم عليا مع ان انا بدي؟ ممكن ان هي تعجل بالزكاه، يعني اجاز بعض العلماء ان يعجل الانسان زكاه سنتين واكثر كمان في بعض الاقوال، فلا مانع اذا ارادت الا تكسر خاطر احد ان تعطي من زكاه العام القادم او العام الذي بعده، وهو مقبول ان شاء الله. وفي النهايه اذا لم تجد يعني يمكنها الاعتذار ولا شيء عليها. اسمح لنا معنا بعض التساؤلات من الفيسبوك نجيب على هذه التساؤلات. السؤال الأول في الفيسبوك الذي أمامنا الآن، السلام عليكم ورحمة الله، أرجو من فضلتكم تسليط الضوء على موضوع التسويق الشبكي ورأي الدين في هذا الموضوع أفادكم الله. دار الإفتاء المصرية لها فتوى مؤصلة في قضية التسويق الشبكي، وأن كثيرا من الشركات التي في هذا المجال لا يوجد لها سند قانوني، ولا يوجد للعميل والعملاء الذين يتعاملون معها شيء يحميهم أو يحفظ حقوقهم، ولا يوجد غطاء قانوني أو إذن من لوائح الدول بهذه الشركات وهذه التعاملات، وكثير جدا من المآسي التي يعني سمع عنها في هذا الأمر، ولذلك فخرجت الفتوى بالتحريم، وهو أنه لا يجوز التعامل في هذا النمط من البيوع والشراء. مولانا معايا الأستاذ عزة من القاهرة. أستاذ عزة أهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول. السؤال الأول، انا كان عليا صلاه فائته، فالاول انا كنت بصلي سنه مع الفرض، فدلوقتي بقيت ما بصليش السنه واصلي بدلها فرض، فهل كده صح ولا يعني بتصلي الفرض فرض مع فرض وما تصليش السنه؟ يعني ما بقيتش اصلي السنه. السؤال الثاني، السؤال الثاني، انا كان عليا يعني زمان كان في حد ليه عندي فلوس، فانا مش عارفه اوصل للشخص ده، ف ينفع ان انا اتصدق بيها ولا مش يعني حاضر. مش عارفه اعمل ايه، بس يجوز ان انا لازم اتصدق فيها المسجد ولا ممكن اتصدق ليها لاختي لو هي حالتها مش متيسره؟ تمام يا فندم. حاضر. تمام، بشكرك شكرا جزيلا. مولانا كان ام رامي بتسال برضو عن المقوله الشائعه التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، بتقول هل ده حديث؟ لا ده مش حديث ولا حاجه، هو دي مقوله، ولكن ليست أيضا ليست مقولة مضطردة. يعني الصحابة الذين نقلوا العلم عن خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم حفظوا القرآن كبارا، ويعني درسوا العلم وهم كبار، فالعلم لا يعرف سنا، والإمام أحمد يقول مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، إلى المقبرة. وقل ربي زدني علما كما قال الله تعالى، يعني أنك دائما في كل وقت تزداد علما ولا تكف عن التعليم والتعلم أبدا خالص. خيركم من المهد إلى اللحد من تعلم العلم وعلمه. ولذلك فيعني مثل هذه المقولة ينبغي أن نستعملها في الحرص على أولادنا وبناتنا، ألا نضيع أوقاتهم وأن نستثمر في تعليمهم وحسن تربيتهم وتنشئتهم على المهارات والفضائل والأخلاق، وفي نفس الوقت لا تدعون هذه المقولة إلى اليأس من صحيح. طلب العلم صحيح. فعندما تحفظين القرآن أيتها الأخت الكريمة لا تلتفتي إلى مثل هذا، واعلمي أن الذي وفقك لقراءة القرآن وحفظه سبحانه وتعالى أراد بك الخير وسيسره عليك كما لو كنت صغيرة، فإن الأمر بيده سبحانه وتعالى. اسمح لي أستاذ قطب من أسيوط، فيما تبقى من دقائق معدودة في هذه الحلقة. أستاذ قطب أهلا بيك. أيوة يا فندم. تفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال
السؤال بنت عندي بنت رضعت من ولد اخويا الاكبر. بنت حضرتك رضعت؟ رضعت من مين؟ من ولد اخويا الاكبر. اه يعني ايه؟ يعني ورضعت مع ولد ابن اخوك الكبير. الكبير اه من مرات اخوك. من مرات اخويا يعني بنت كبيره رضعت من مرات اخويا يعني اخوها الصغير اخو الولد الصغير اخو الولد الكبير جاي ياخد اختها الصغير. مالناش دعوة، احنا ايه دعوة رضعت من مين مش رضعت مع مين؟ اقول لحضرتك طيب رضعت من مين؟ مرات عمها. كم رضعة؟ ايوه مرت اخويا رضعت لي بنت الاكبر. كم رضعة؟ ما هي مش هي ما احنا كده هي فصلت اللي احنا ما رضناش نزوجهم مع بعض وفصلت. ما هي مش هي المطلوبة، المطلوبة اختها صح؟ الله يفتح لحضرتك. ايوه المطلوب اختها لاخوها اللي من الرضاعة. ايوه لاخوه الاصغر صح اللي هم ما رضعوش مع بعض. صح تمام. انا هقول لمولانا على السؤال دلوقتي، هو في حاجه غير السؤال ده؟ لا تمام كده. طيب. يعني هو يعني اخوه هي رضعت مع اولاد عمها ولكن ابن عمها جاي ياخد اختها بقى، طالب اختها، اختها ما رضعتش، لم تجتمع معهم على نفس الثدي. هي رضعت مع اولاد عمها من أولاد مين؟ من مرات عمها. تمام. هي عايزه تاخد مين دلوقتي؟ لا ابن عمها جاي ياخد اختها اللي هو ابن المرضعة. ابن المرضعة. ابن المرضعة عايز ياخد اخت التي رضعت. ايوه اخت التي رضعت لا علاقة لها بالرضاع. بالظبط. يعني يصح انه يروح يخطبها. تمام. مفيش مشكلة في كده لانه لم يعني الاخت هذه لم ترضع من هذه الام. صحيح. واخت الاخت ليست اخت يعني ما اجتمعتش معاهم على نفسه. نعم. مولانا طيب بتقول زوجي بيتصدق وانا نفسي اتصدق ما بيرضيش يخليني اتصدق وانا معيش فلوس، هل ممكن اتصدق من فلوس ابني؟ طبعا يجوز لها ان تتصدق من مال ابنها ولها الثواب ان شاء الله. ايضا هناك سؤال كانت تتكلم فيه الاخت عن انها عندما تقضي الصلوات المفروضة عليها قد لا تستحضر نية يوم معين. نعم لا مانع يعني المهم أنك تقضين صلاة فائتة مرت عليك. هي صاحبة السؤال نفس السؤال ده. نعم. نفس صاحبة نفس السؤال الصدقة يعني. السؤال يعني بيبقى في غلط أحيانا اللي هي كانت فهمت الإجابة السؤال غلط وصلت الظهر قبل ما يدا في جامع تقديم حبت تقدم الصلاة عشان عندها مصالح، فبعد كده هل بتقول لما أعمل صلاة فوائد سواء غلط سواء كنت ما صليتش هل دي نيتها واحد في الآخر؟ نعم. تمام. أنت ومالك لأبيك. يعني هذا الحديث ليس على ظاهره، وإن يعني ليس معناه أن ذمة الابن هي ذمة الأب المالية، وإنما معناه أن الأب أصل أو سبب في وجودك أيها الولد، فلا يجوز لك أن تكون سببا في منعه إذا احتاج الوالد فأنت أحق من يعطيه لأنه كان سببا في وجودك. أما أن تستغل هذه المقولة يعني ليكون ذلك أكلا للمال ظلما أو استيلاء أو غير ذلك فلا، يعني لم يقصد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا البر وحسن المعاملة، لا أن ذمتهما واحدة بل ذمتهما متباينة، هذا له ذمة مالية مستقلة وذاك له ذمة مالية مستقلة. فضيلة الشيخ محمد أسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكر الله لك ونلتقي دائما على هذا الخير. أعزائي المشاهدين ما تبقى من أسئلة سوف نجيب عليها دائما في الحلقات القادمة، ونسعد بكل هذه التساؤلات عبر اتصال تليفوني عبر الاس ام اس أو الفيسبوك. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.